تحيه مجدده لكل اللي انضم لمتابعه برنامج بحضره المساء. وصلنا يمكن لفقرتنا الثالثه بلد، يمكن ان احنا في الفقره دي حنتحدث عن الراهن السياسي، ايضا ما الجديد على الساحه السودانيه، تطورات الاوضاع ايضا في الساحه السياسيه السودانيه مع الدكتور علي الهندي ضيفنا في الاستديو. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. بداية حدثنا عن المبادرة المتعددة والمرتجع لحل المشكلة السياسية في السودان. تحية وتجلى وتقدير للشعب السوداني، تحية وتجلى وتقدير للشباب السائر، تحية وتجلى وتقدير للكنداكات والمجد والخلود لشهدائنا وشفاء العاجل لجرحانا والعودة الآمنة إن شاء الله للمفقودين. حقيقة الوضع الراهن السياسي الآن الموجود يمكن ما نشهده ونلحظه هو النظرة السودانية للراهن من خلال التجارب السابقة التي تخللت فترات مثل ما نعيشه الآن. فالسودان مر بثورات 64 و85 والآن كلها كان فيها إرث تاريخي وكان فيها تجربة وحيدة وواحدة وموحدة ويمكن يكون مرت بسلام. إلى الآن الموجود هو أن كل الشعب السوداني ينتظر الحل السوداني المبني على المنهج الوطني المبني على متطلبات ثورة ديسمبر، المبني على الوضع اللي بيعالج المشكلة الاقتصادية والمشكلة السياسية والمشكلة الأمنية والمشكلة الاجتماعية وخطاب الكراهة والتفرقة الذي ظهر في المجتمع السوداني وهو دخيل عليه. نعم، دون التدخل بمبادرات خارجية. أنا لا أؤمن بالمبادرات الخارجية مهما كانت. ليه لا يمكن التعويل على المبادرات الخارجية؟ لا يمكن التعويل لأن هي ليست صاحبة المصلحة الحقيقية. الذي يحل المشكلة هو صاحبها الحقيقي. المبادرات الخارجية احنا ما محتاجين لمبادرات خارجية. نعم. احنا عندنا تجاربنا وإرثنا، قلت لك في الثلاثة ثورات دي كلها كان الحل سوداني سوداني، واستغرت لك في تجربة إبراهيم عبود، لك في تجربة يعني كانت هناك تجارب سابقة سوار الذهب، لك في الآن التجربة الموجودة يمكن من أول مرة يمكن اللي يؤخذ عليها هو التدخل الأجنبي السافر. نحن نحيي شبابنا الكان هو وطني وسيظل وطني ويمكن يكون وطنيته بتتظهر وتتجرد من خلال تضحيته بدماء القالية. فنحن الحل الوطني نحن من هم أصحاب المصالح؟ أصلا الأجنبي هو ما صاحب المصالح. نعم السودان دولة ذات سيادة، السودان دولة تتبع المنظومة الدولية في الأمم المتحدة، السودان دولة تتبع إلى المنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، السودان دولة تتبع إلى منظمات إقليمية مثل منظمة الإيجاد ومنظمة الحقوق. نحن دولة لها علاقاتها الدولية المبنية على حسن الاحترام والتقدير. نحن لا نرفض العلاقات الدولية ونرفض العلاقات الخارجية ونحترمها، ولدينا من الأشقاء والأصدقاء ما يمكن يكونوا ميسرين. نحن نقبل أو نتقبل جزئيا أن يكون الأمر الأجنبي أو الأجانب في حتة واحدة اللي هم مسهلين أو ميسرين، لكن وسطاء لا. ويمكن يكون واجب الاتحاد الأفريقي، واجب جامعة الدول العربية، واجب على منظمات الوحدة الأفريقية أنها تقوم بدور وتلعب دور المسهل والميسر حتى يعبر الشعب السوداني لمبتغاه. وأي خلل في المنظومة الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية في السودان ليعلم الاتحاد الأفريقي وليعلم الأمم المتحدة وليعلم منظمة الإيجاد أنها سوف يكون لها أثر على دول الجوار. السودان دولة ذات علاقات متعددة، السودان دولة جوار مفتوح، السودان دولة لها من تجاربها وإمكانياتها اللي ممكن تعالج بها أي مشكلة من المشاكل فقط مع عدم تدخل الأجانب بيناتنا. نعم. احنا ساهلين ما جاهلين. نعم. ونحن حتى السودان لما ما بلغ الرشد السياسي في أوله استطاع أنه يعبر بصورته فقط الإقصاء بيولد مشاكل، ولو درسنا ورجعنا الحتة دي بنلقونا دائما الإقصاءات الغير مبررة مع احترام سيادة القانون وحكم القانون وعدم حماية المجرمين. نعم. طيب يا دكتور، من وجهة نظرك فرص تجاوز الأزمة قدر شنو؟ وهل المشكلة متصلة مع بعض؟ يعني إذا تحلت المشاكل السياسية المشاكل الاقتصادية وغيرها من المشاكل ممكن تتحل بسهولة؟ طيب الفرص كبيرة جدا جدا من خلال ما نلحظ من المبادرات الوطنية والحراك الوطني اللي موجود على شتى مناحي الحياة السياسية السودانية. يمكن نكون الآن ما نشهد تدخل المراكز العلمية، يمكن نحن شهدنا في الفترة القريبة السابقة يمكن مركز بحري ومركز الحوكمة الأفريقي، المراكز الاثنين دي عقدت أكثر من 4 أو 5 ورش، ثم بعد ذلك عقدت أكثر من 5 جلسات حتى أنها تبلورت ما يسمى
بالمبادرة السودانية التوفيقية التي جمعت أكثر من 93 مبادرة كلها تحدث عن الحل السوداني السوداني وتحدث عن تجاوز الأزمة السودانية وتحدثت عن محاورة أصحاب المشكلة الحقيقية هم منهم واللي بيحدد أطراف الحوار منهم واللي بيتفاوض منهم وحتى الأجندة نحن نتفاوض عليها هي شنو ده الشيء اللي يجب أن نكون نحن نأخذ ونخطف العبرة كويس ومتطلبات الثورة اللي قامت شنو عشان أنت تقدر تعرف إمكانياتك وتعرف ذاتك. الحاجة الثانية فرص الحل كبيرة جدا جدا لأنه الآن نفتكر أنه نقلة هؤلاء الشباب السائر من الميدان إلى الديوان لترتيب أوضاعهم ولترفيقه وللنظر إلى مستقبل هذا الوطن سينهض السودان والسودان قادر ومقتدر سواء كان بموارده البشرية سواء كان من الموارد البشرية تحديدا بشبابه وبشاباته وبإمكانياته الموجودة. المشكلة السياسية إن حلت حلت المشكلة الاقتصادية حلت المشكلة الأمنية كلها إفرازات سالبة نتيجة للخلل السياسي الموجود في البلد ونحن بنعيش يمكن بعد الثورة التصحيحية في 25 اللي احنا كنا بنفتكر انه بعدها كان ممكن يسير الامر لصورة افضل واعجل واسرع على سنه يكون الامر ده. الان احنا اللي بنلاحظه حتى في المحادثات الغير مباشرة اللي بتباشر الامم المتحدة والآلية الثلاثية والى ذلك كلها الامر فيها هون عبارة عن ميسرين واعترفوا بانهم ميسرين ومسهلين وليس وسطاء. هذا الامر الذي يعي انا افتكر انه الحاجه الوحيده ان احنا يبنى علينا ان احنا كشعب سوداني حق اولا نوجد انه الوطن ده وطننا جميعا حق ننظر الى بعضنا كلنا اننا اصحاب مشاكل واصحاب حل مساهمين في الحل فقط ان نسحب من كلمه انا لنمشي الى عباره نحن ان ذهبنا الى نحن سودان امن مستقر اقتصاده مستقر بكل امكانياته سنعبر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انت من وجهه نظرك دكتور بتشوف انه الحوار هو السبيل الامثل الحوار والتوافق نعم والتوافق هو السبيل الامثل لحل المشكله الراهنة الحوار شنو لكن الحوار السوداني السوداني نعم الحوار نعم باصحاب المشكله والحل الحقيقي من غير اي تدخلات دون تدخلات خارجيه التدخلات تكون ميسره فانها تجمع الناس تاخذ الناس لكن ما تتدخل لا في القرار لا في الاليه لا في المباشره لا في الكيفيه ولا حتى في المخرجات النهائيه اللي بيخرج بها المجتمعين السودانيين اللي هم اصحاب المشكله الحقيقيه. نعم جميل جدا. ايضا اذا تحدثنا عن التجارب السابقه انت ذكرت السودان مر بالعديد من التجارب بالثورات ايضا لماذا لم يستفيد السودان من هذه التجارب السابقه في حل ازمته حاليا؟ يعني احنا الان احنا في طريق مسدود دكتور. الطريق المسدود لم يأتوا به السودانيين. الطريق المسدود الآن أنت اللي بتشاهده في الحراك المجتمعي بأشكال متنوعة ومتعددة والنضج السياسي اللي بتجبده من شبابنا وشاباتنا ومن كل القوى السياسية. يمكن يكون حتى حديث بعض الفرقاء السياسيين سمعناه في القريب أنه نحن نجلس في طاولة من أجل السودان الواحد الموحد حتى لا يضيع ورث تركوا لنا الآخرين كامل ومجمل مثل صحن الصيني يجب أن نحافظ عليه. التجارب السابقة لو سرنا بها يعني تجربة سوار الذهب أنتم ظنكم صغار في السن والعمر والحال نحضرناها كبارا تجربة سوار الذهب في يوم وثاني بعد سنة سلم وكانت انتخابات حرة وديمقراطية. ليه؟ لأنه كان الحل سوداني سوداني وكان الوسطاء سودانيين وكانت الترابيزة السودانية والطاولة السودانية والأجندة السودانية والمخرجات السودانية والمنفذين السودانيين. نعم يعني انتم بتروا في المبادرات الخارجيه او الوساطه الخارجيه فيها مشكله كبيره او ما حتحل المشكله بل حتفاقم من المشكله في حل المبادرات الخارجيه مصلحتها شنو فينا؟ نعم انت مبادرتك الخارجيه لو عايز تبادر مبادره خارجيه انت ابقى ميسل بانك تجمع بيناتنا لكن ما تبقى وسيط ما تبقى موجه كانت في مبادرات اقيف على الجميع اقيف على الجميع مسافه واحده أتي الجميع بحاجة واحدة يكون الفيصل والأمر فيك الوطنية والسودانية والأمر السوداني. إحنا دي ده يمكن من ضمن المسلمات اللي يجب أن نبني عليها نحن بنصير كيف يعني. نعم لكن لما لقوا الموضوع إنه من 2019 للآن ما في حل فكان قرروا في تدخلات وفي وساطات خارجية لحل المشكلة السياسية الراهنة زي مبادرة مثلا فولكر تم رفض هذه المبادرة بشكل كبير جدا. أولا فولكر مع احترامنا للأمم المتحدة ونحن أعضاء في الأمم المتحدة والآن أنت ما تشهد من تحول في المحيط العالمي كويس يمكن يكون المشكلة الروسية الأوكرانية والتبدل في السياسة العالمية والآن التأرجح الموجود في العلاقات الدولية كلها بتأكد لك حاجة واحدة بتأكد لك أنه دائما الحل الوطني هو الأساس
بتأكد لك دائما الحل من أصحاب الشأن بيكون أقرب وأسرع وأنجع، بتأكد لك أنه صاحب المصلحة الحقيقية هو صاحب المشكلة الحقيقية. وأنا أفتكر أنه الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأصدقاء يجب أن يعوا ويرتعوا بدورهم الأساسي حتى أن إحنا نعبر إلى بر الأمان ويكون لنا موقعنا التاريخي والطبيعي، ويعوا أيضا أنه الشعب السوداني ده مقتدر وقادر على أنه يتجاوز هذه الأزمة ويتصالح. نحن شعب متصالح، نحن شعب معروف عنه يعني الطيبة، نحن شعب معروف عنه التسامح، السمو فوق مشاكلنا من أجل الوطن. نعم يعني إن إحنا أصحاب وصية، حضوا على قضيتكم بالنواجز، ما هي قضيتنا؟ قضيتنا هذا الوطن الواحد الموحد بشعبه الكريم الأبي الذي يجب أن كله خدام ما ظلام ومحافظين عليه ومستنصرين به بالحق. نعم، إذا ما المطلوب من الفرقاء السياسيين الآن لحل المشكلة الراهنة؟ المطلوب الجلوس إلى طائلة مفاوضات، تحددوا مشكلتنا الأساسية هي شنو أصلا؟ مشكلتنا هي الحكم. نحن أول حاجة في الحكم ده في الجلوس يبقى طاولة واحد طائلة، أول شيء الأجندة يجب أن تكون أجندة سودانية. كويس، الآلية اللي بتحدد دي نختارها نحن مما بيناتنا، ما يفرضوها علينا. يعني احنا الفرقاء ديل نجي في مؤتمر سوداني جامع كلنا وتجمعنا، وانا افتكر ده واجب مجلس السياده، لانه نحن لما قامت الثوره دي كل الشباب والشابات ذهبوا وين؟ حتى ذهبوا لا التجوا ولا وين؟ القياده العامه، القياده العامه الله يشعل مسلح. الان بنفتكر انه على قياده الدوله ان حاجه واحده تامر الان بقيام حوار وطني يضم كل الفرقاء السياسيه، يضم كل من يرقب في حل المشكلة السودانية، وتكون الدعوة للجميع. المؤتمر الجامع ده والوعاء الجامع ده، لأن احنا نحل مشكلتنا ونحدد أول شيء جانب المشكلة شنو وبنود شنو وأجندة شنو وآلية شنو والبتشرف على شنو، ونرفع مخرجاتنا لهم. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الهندي، ونتمنى أنه كل البلاد كل الفرقاء السياسيين يعملوا من أجل مصلحة البلاد وليس من أجل الكرسي. شكرا جزيلا وشكرا لحضورك اليوم معنا. أنا أشكرك وأشكر أنا، وبتمنى أنه للشعب السوداني وللشباب السوداني بالذات أنه يسرع، فأنه ينتقل من الميدان للديوان ويفكر في وطنه، لأنه صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب المستقبل الحقيقي. وأيضا برسل رسالة للمجلس السيادة أن يأمر الآن وليس غدا بقيام الحوار الوطني الوطني، ويتولى زمام أمر أتله الجميع هو مسؤول منه أمام الله وأمام التاريخ. شكرا جزيلا لك دكتور. أكيد ملابس متواصلين، هنطلع فاصل ونرجع لكم ثاني.